السلام عليكم. قالت الشابة السعودية رهف القنون التي وصلت إلى كندا يوم السبت الماضي بعد فرارها إنها كانت بحاجة إلى المخاطرة بحياتها من أجل العيش بحرية واستقلال، ويسعدها أن تكون في كندا. وأضافت رهف البالغة من العمر 18 عاما أمس الاثنين في مقابلة مع قناة سي بي سي الكندية: أحسست أنني ولدت من جديد، خاصة عندما شعرت بالحب والترحيب في كندا. وأكدت على أنها لم تعتقد أبدا أن لديها فرصة حتى بنسبة 1% لتكون قادرة على المجيء إلى كندا أو أن يتحدث الناس حول العالم عن قصتها. رهف محمد التي تخلت عن لقب القنون بعد أن تبرأت عائلتها منها قالت إنها تعرضت لاعتداء بدني وذهني من قبل عائلتها منذ أن كان عمرها 16 سنة، وأنها فكرت في الهروب منذ سنوات. وأوضحت: لقد تعرضت للعنف الجسدي والاضطهاد والقمع والتهديد بالقذف. لقد كنت محبوسة لمدة 6 أشهر، واصفة ما حدث بعد أن قصت شعرها. وتابعت: شعرت أنني لا أستطيع تحقيق أحلامي التي كنت أرغب فيها لطالما لازلت أعيش في المملكة العربية السعودية. وعندما بلغت 18 من عمرها شعرت أنها قادرة على محاولة الهروب، كما قالت: لأنها ستعامل كشخص بالغ وأنها ستكون قادرة على اتخاذ قراراتها الخاصة. وكانت تعرف أن إجازة عائلتها إلى الكويت في أوائل شهر يناير هي الفرصة الوحيدة. وقالت رهف: منذ فترة مضيت كنت أحاول إقناع والدي بالذهاب إلى الكويت لأنه لطالما بقي في السعودية لا أستطيع المغادرة، ولكن عندما أكون في بلد آخر يمكنني السفر. وأشارت رهف محمد إلى أنها انتظرت حتى أن نامت أسرتها مبكرا في إحدى الليالي، وهو آخر يوم في رحلتهم. تم اشترت تذكرة إلى تايلاند وغادرت غرفة الفندق في الساعة 7 صباحا، ولكنه تم إيقافها في مطار بانكوك وتم منع رهف من الدخول، واحتجز جواز سفرها مع التهديد بإعادتها إلى عائلتها. فتحصنت بغرفة الفندق واستخدمت تويتر لطلب المساعدة، وقالت: كان أكثر ما أخشى هو إذا عثرت علي عائلتي كنت سأختفي ولا أعرف ماذا سيحدث لي بعد ذلك. حتى أنها كتبت رسالة إلى صديقتها تقول إنها مستعدة للانتحار في غرفة الفندق قبل أن تسمح لهم بأخذها. وأضافت لي سي بي سي: لقد كتبت ذلك وأرسلته إلى صديقتي، إذا اختفيت سينشرونه على الملأ. وجددت تغريدة الشابة السعودية وقضيتها الاهتمام الدولي، ووافق المسؤولين التايلانديين في نهاية الأمر على السماح لها بالبقاء في بانكوك تحت رعاية مسؤولي الأمم المتحدة. وقالت رهف محمد: عندما ظهر مسؤولي الأمم المتحدة في فندقها إنها لم تصدق في البداية أن هذا صحيح وأن نداءها قد سمعت، وعبرت عن خوفها من أن السلطات التايلاندية أو الكويتية ستكذب وتتظاهر بأنها الأمم المتحدة، لذلك رغبت في إثبات بأنها من الأمم المتحدة حقا. وقالت: لقد أطلعوني على دليل، بعد ذلك فتحت الباب الغرفة ورحبت بهم. ورغم سعادتها بوجودها في كندا إلا أن رهف منزعجة من أن ذلك يعني خسارتها عائلتها. وقالت إنها تلقت رسالة منهم تقول لها إنهم تبرؤوا منها، ثم انفجرت بالبكاء أثناء المقابلة قائلة إنها لم تتوقع ذلك وأنها حزينة جدا لدرجة أنها لا تستطيع حتى التحدث عنهم. وأكدت رهف محمد على أنها تحملت يوميا القمع والعنف من والدها وشقيقها، وقالت إن والدها لم يعيش مع العائلة لكنه ظل يسيطر عليها فيما يتعلق بما يمكن أن تدرسها أو أين تستطيع العمل. وتساءلت رهف: لماذا أهرب من هذه الحياة إذا كانت الظروف جيدة؟ وفي الأخير نشكركم على حسن المتابعة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.